عن هاتف القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية. مساء الخير يا ابونا، ده في حياتك وحياتنا كلنا. يعني بعد الأحزان احنا عندنا عيد إن شاء الله، كيف سنحتفل بالعيد، عيد الميلاد؟ مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. احتفالات عيد الميلاد زي ما هي، مفيش حد يقدر يمنع ان قداس ما يتعملش يعني. طبعا طبعا، لا انا متاكده، وعشان كده كنت عايزه اسمع ده منك يعني، واتمنى ان ده يستمر، لانه اراده الحياه هم مش هيجوا يموتونا ويمنعونا من الاحتفال ويمنعونا من الحياه ويمنعونا من الفرح. لا حقيقي محدش يقدر يمنع بهجه عيد الميلاد، سواء للاقباط او المصريين او لكل العالم يعني. صحيح صحيح، فالمازال كله قائم ونعمة ربنا كل أمور تبقى خير. القداس السنة دي الرئيسي هيقام في العباسية ولا هيقام في العاصمة الإدارية؟ في العاصمة الإدارية إن شاء الله، في كنيسة العاصمة الإدارية. تسلمتم خلاص المقر يا أبونا ولا لسه؟ جاب التنسيق، وفي وفد من الكنيسة عندنا القبطية مستمر في التنسيق هناك مع القائمين في العمل. يبقى اذا يوم السبت باذن الله القداس في موعده، احتفالات عيد الميلاد. يعني يا ريت تقول حاجه للشعب القبطي اللي اكيد كلنا متضايقين، لكن الحقيقه انه الناس لازم تحتفل بعيد الميلاد، لانه لا يمكن ان احنا ننتزع الفرحه من قلوب الناس في احتفالات عيد الميلاد. ده حقيقي، يعني مهما نمر بالام او تحديات او اتعاب، لكن تظل بهجه عيد الميلاد هي اللي بتسود الكنيسه وتسود العالم كله يعني. وانا بشكرك على هذا الموقف، وبشكر قداسة البابا قمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية.